بداية كالمعتاد برصد النشاط الرئاسي. بالأمس استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنتوني بلينكتون وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الأمريكي نقل تحيات وتقدير الرئيس بايدن للرئيس السيسي، منوها بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدا حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين. أضاف أيضا المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. وحرص وزير الخارجية الأمريكي على اطلاع الرئيس السيسي على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل. شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. وشدد الرئيس على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما يعالج جذور الوضع الراهن ويمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، ويحقق أيضا الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة. وتوافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة والتوصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع، مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس لتحقيق الاستقرار في المنطقة.